الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم مجددا إخواني الكرام وأخواتي الكرام في أمسية متجددة من أمسيات ولقاءات الشغف المعرفي، والتي نطل عليكم ما بين فترة وأخرى. نرحب بكم في هذه الليلة مساء اليوم مع أمسية جميلة متميزة بعنوان الحوار الحضاري الفعال. مقدم الأمسية الدكتور خالد الدوسري، مدير عام مركز الحوار الحضاري للاستشارات التعليمية والتربوية. الدكتور خالد يعتبر مستشار تطوير الموارد البشرية وقائد أكاديمية أرامكو السعودية للتعليم الاحترافي، سابقا بأرامكو، ومرخص عالميا من مؤسسة كوفي في تدريب مهارات الاتصال. قبل أن نبدأ في الحوار مع الدكتور أو في أمسيته الجميلة، عنوان الأمسية الحوار الحضاري الفعال. ولا شك أن الحوار الحضاري ينطلق، أو أي حوار ينطلق، من مبدئين أساسيين. أول مبدأ في الحوار هو التفاهم على ماذا نتحاور، التفاهم على ماذا نتحاور. والمبدأ الثاني هو التفاهم لماذا نتحاور. هذه هي منطلقات الحوار: التفاهم على ماذا نتحاور، والتفاهم لماذا نتحاور، ونخلص إلى نتيجة تحديد منطلقات الحوار وقواعده. مقدم الأمسية اليوم أو محاضرنا لهذه الليلة دكتور خالد سوف يتحفنا لبرنامج متميز فيه، سوف يطلعنا عليه، وبإذن الله تعالى نسعد ب يعني مشاركاتكم وأسئلتكم مع الدكتور خالد الدوسري. نرحب فيكم مجددا إخواني وأخواتي ضمن لقاءات الشغف المعرفي، فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بالدكتور خالد، والمايك معك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور محمود على الدعوة، وإن شاء الله اليوم سنتكلم عن برنامج مهم جدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجميل، وأنا عجبني كلمة الشغف، وأتمنى أن أستطيع أن أغرس بعض الشغف للعمل للتعريف بالإسلام أكثر وأكثر، وخاصة للذين يتكلمون اللغة الإنجليزية. وهذا البرنامج برنامج عالمي، يعني صار له فترة طويلة، وبفضل الله إحنا اليوم نحاول نعطيكم نبذة عنه بصورة يعني مبسطة، أو بالأحرى مو مبسط، فيه عمق شيء بسيط، وبحاول أمشي بسرعة رغم أن البرنامج عملي وفيه ورش كثيرة. والبرنامج كما ترون اسمه برنامج اللغة الإنجليزية للتعريف بالإسلام والتواصل الحضاري الفعال. طبعا البرنامج أهميته هو يركز على تطوير قيادة عالمية ذاتية متميزة للتعريف بالإسلام والتواصل الحضاري. لما أقول قيادة عالمية ذاتية معناته يتطلب البرنامج يعني فيه فكر بنائي وجداراتي. مهم جدا أن الإنسان يحضر هذا البرنامج ويحاول بقدر الإمكان أن يعيش البرنامج في محضن مهم جدا لتطوير لغته الإنجليزية الإسلامية، وفي نفس الوقت مهارات وجدارات مهمة لتطوير القيادة العالمية الذاتية للتعريف بالإسلام والاعتزاز بالهوية. طبعا احنا الشعار حقنا، شعارنا بسيط لكنه قوي، وكيف تكون معرضا إسلاميا متحركا في العالم. طبعا عندنا احنا رؤية، هذه الرؤية مهمة جدا في تطوير الإنسان، نحاول أن نطبقها في هذا البرنامج. وكما طبعا بس أريد أن أوضح أن البرنامج يعني أول ما بدأ قبل 30 سنة أو أكثر كان يسمى اللغة الإنجليزية للدعوة، تطوير اللغة الإنجليزية للدعوة، مثل ما احنا نتكلم عن تطوير اللغة الإنجليزية
للأطباء أو اللغة الإنجليزية للمهندسين، يعني كأنها بالضبط English كما يسمونها أخصائيين اللغة الإنجليزية English for specific purpose. لكن طبعا طريقة التعليم وطريقة التدريب طريقة نوعية ومتميزة تدخل فيها مهارات وجدارات مهمة جدا لصقل الشخص ولتأكد أن الشخص فعلا يقود نفسه بنفسه للتعريف بالإسلام ويعتز بهويته بدون أن يحتاج إلى شخص يعني دائما يذكره بالقضية دي. فهي تطوير كما قلت قيادة ذاتية. الآن سنتكلم عن الجودة في الرؤية وفي تطوير البشر. أرجو الانتباه معي لأن هذه أهم المحاور إذا أنت تريد أن تطور برنامج أو تطور أكاديمية أو جامعة أو تصل إلى مجتمع المعرفة في التواصل الحضاري أو مجتمع المعرفة بصورة عامة. مهم جدا أن تنتبه لهذه الرؤية في تطوير الإنسان، وهذا كله يطبق على فكرة في البرنامج. أولا حنا نسعى حثيثا لبناء أفراد ذوي جدارات مكملة ومتعددة لتحقيق الآتي. انتبهوا لهذه الفقرات أو النقاط. إطلاق الطاقات الكامنة. نحن نؤمن أن الجميع يملك هذه الطاقات وعندهم قدرات وجدارات، يجب أن نصل إليها ونحاول نستخرجها بقدر الإمكان لتسخيرها للتعريف بالإسلام والاعتزاز بالهوية وفي التواصل طبعا الحضاري بصورته العامة. ومنها طبعا تعلم جدارة توصيل الأفكار وتحين واستغلال الفرص في الحوار الحضاري والتعريف بالإسلام، المشاركة في نشر المعرفة، وأهم معرفة معرفة الله سبحانه وتعالى والتعريف بدينه. تعلم محاولة الوصول في هذا البرنامج للأصالة والتلقائية وسرعة البديهة، لأن المواقف وقيادة المواقف يتطلب منك أنك تطور جدارات وكفاءات في المشاركين بحيث أن يصل إلى التلقائية والأصالة وسرعة البديهة. باللغة الإنجليزية نقول be yourself، نصل إلى be yourself، be spontaneous، be quick-witted. هذه المهم جدا أن نصل إليها عند تطوير التواصل. أيضا قيادة الذات والفرق. وأيضا أخيرا الإبداع في أي شيء وأي عمل نعمله في الدعوة. للأسف كثير من الناس يهتم بالأعمال والشركات ويتكلم عن الإبداع والجودة، لكن لما تأتي قضية الجودة في تطوير البشر عنده مشكلة كبيرة. احنا دائما نعاني في جميع القطاعات الجودة في تطوير البشر، الجودة في تطوير البشر. البرنامج هذا يعطيك إياه، لأن البرنامج هذا عميق جدا وهو حقيقة أكاديمية متحركة. طبعا بالإنجليزي هذا نفس الكلام realized، اللي يبقى يقرأ بالإنجليزي بس عشان يعرف هذا الذي بالضبط. هذا النموذج هو أهم نموذج سواء أتكلم للدعوة أو التطوع أو أتكلم حتى في الحياة في البزنس أو في التجارة أو في المجتمع عموما. فحنا نحاول أن نغرس فكر في أرضية وتربة التربة نسميه الفكر هذا تربة فرق التعلم الذاتي، الطريق نحو مجتمع المعرفة عموما. وطبعا هنا نتكلم أكثر عن إيش التعريف بالإسلام والتواصل الحضاري. نبغى نصل بالأفراد عالميا، البرنامج عالمي بفضل الله وانتشر بعد تقاعدي قبل 9 سنوات، واستطعنا أن نصل بنحرك بقدر الإمكان فرق نسميها فرق تعلم ذاتي للوصول لمجتمع المعرفة في التعريف الإسلام والتواصل الحضاري. طبعا في البروسس لما حنا نغرس فكرة التعلم الذاتي في البروسس هذه لاحظ فوق حنا جالسين نغرس فكر القيادة ذات المبادئ وذات الأخلاقيات اللي يتكلم عنها مين؟ يتكلم عنها ستيف كوفي. وخلال البروسس هذه احنا جالسين نطور نزرع ونشذب ونحصد عشان نوصل لمجتمع المعرفة في التعريف بالإسلام والتواصل الحضاري. فهذه فرق التعلم الذاتي كما ترونها. طبعا انا لا اريد ان اتكلم كثير عنها، لكن اريد ان ادخل في البرنامج، لكن انا جالس اوضح الان المنهجية النظرية التي قائم عليها البرنامج عموما. مثلا تعمل فرقة التعلم الذاتي، تدار ذاتيا، لها توجه، لها وجهة معينة، لها هدف معين، لها شيرد فيجن. طبعا هدف انه هو تعريف الإسلام
بصورة جميلة وبصورة جاذبة. وطبعا لما يعملون مع بعض يشخصون احتياجات التعلم ويصوغون أهداف التعلم ويحددون الموارد التعلم. هنا طبعا دائما لاحظ نتكلم كل كلامي يجب أن ينطبق وينسحب على إيش؟ على التعريف بالإسلام وعلى التواصل الحضاري، تطوير شخصيات زين تقود ذاتيا، تكون يعني عندها قيادة ذاتية عالمية للتعريف بالإسلام والتواصل الحضاري، بدون أن يعني يأتي شخص ويقول تعمل أو ما في هالبلد إلا هالورد كما تعلمنا على هذا الفكر. لا، هذه الفرق التعلم الذاتي، الجميع مسؤول، كلكم رعاة وكلكم مسؤول عن رعيته، فنحاول نغرس هذا الفكر. فهذا المجتمع لاحظ خلال البرامج هذه احنا نقوم بالتعلم الموجه الذاتي، فيه تعلم وتفكر وتقييم، وفيه توجيه كوتشنج وتيسير وفاسيليتيشن، وفيه ايضا جماعات ذات رؤيه مشتركه، هي الفرق التعلم الذاتي اللي تكلم. والاهم من ذلك لما الناس تتعلم مع بعض وتقيم بعضها البعض وتفكر وتقيم طبعا البرودكتس النتائج زين، الأهم من ذلك كل هذا التعلم وكل هذا كل هذه المشاركات وكل هذا التقييم في النهاية يجب أن يصل إلى تعلم مبني، مو في النهاية، في نفس الوقت يجب أن تكون إيش مبني على مشاريع في التواصل الحضاري، مشاريع في نفس الوقت في التعلم، ففي تعلم وفي عمل في نفس الوقت، في تعلم وفي عمل، في مشروع قائم يتحرك. فهذا هو الفكر، هذا طبعا ينبني على ايش؟ فكر موجود نظر له بيتر سينجي يسمى منظمة دائمة التعلم. ونفس المنظمة دائمة التعلم مهمة جدا للوصول ايش؟ لمجتمع المعرفة. إذا لم تكن منظماتنا ولا جامعاتنا منظمات أو مؤسسات دائمة التعلم وتصل بالفرد إلى الفرد الدائم التعلم والفريق دائم التعلم والمجتمع دائم التعلم، فلن نصل إلى إيش المجتمع المعرفة إلا إذا كانت المنظمة البيت إذا لم يكن أيضا مجتمع المعرفة أو بيت المعرفة أسرة المعرفة، كل هذا تصل بنا بإذن الله إلى مجتمع المعرفة. ففي التفكير طبعا هذا اللي يتكلم عنها بيتر سينجي، وهذه بصورة سريعة أنا أمر عليها الآن قبل أن أدخل في البرنامج. كل هذا هو بالضبط الأساس النظري والفريم اللي نتحرك منه لتطوير البشر في قيادة التواصل الحضاري والتعريف بالإسلام. يعني ما رايح أتكلم كثيرا، الوقت أخاف يتداركني هنا، لكن في التفكير الشمولي واكتشاف وصقل المواهب، فحنا نحاول أن نضع المشاركين في محضن وبتولز وأدوات ونشاطات مهمة بحيث نكتشف ونصقل الذات، ويعملون في فرق دائمة التعلم ويتحدون النمطية بحيث أن يصلون إلى حلول إبداعية كما ذكرت سابقا، ويكون عندهم رؤية مشتركة المعروف وهي الوصول لمجتمع المعرفة في التواصل الحضاري وقيادة المواقف في التعريف بالإسلام وأيضا التواصل الحضاري للمحافظة على هوية. هنا طبعا الموديل هذا مهم جدا، أولا القيادة الذات وفي نفس الوقت قيادة الآخرين، وفي وأيضا يكون عندنا التفكير التنظيمي الشمولي وبناء الرؤية المشتركة وأيضا إيجاد الفرق المتعاونة اللي تكلمت عنها اللي هو نفس فكر منظمة دائمة التعلم حق بيتر سينجي. هذا مهم جدا الموديل. إذا أنت أردت أن تقيم جامعة أو تصمم جامعة ومناهج ومدارس، إذا لم يكن عندك هذه النماذج واضحة في ذهنك فلن تحقق ما تصبو إليه. فهذا الموديل، تأثير أنواع التعلم المتقن، التأثير على الكفاءات وتطوير القيادة الذاتية وحفظ المعرفة. فحنا بقدر الإمكان باختصار هذا الموديل يقول لنا تعلم علم تتعلم، فنحرص على إيش؟ ما في شيء اسمه تدريس في هذا البرنامج، لأنه يعتمد على فرق التعلم الذاتي، القيادة المنهية الذاتية، ونحاول بقدر الإمكان أن نتعلم من بعضنا البعض وأن نطور بعضنا البعض ونوفر المحتوى الجيد اللي نضعه في الوعاء اللي نسميه EIECC. طبعاً الـ EIECC ما هو إلا براند،
منهجية، نطور منهجية نضع فيها المحتوى المعروف المعتمد الموجود في مراكز الجاليات أو موجود في مراكز الحوار والمشهور في العالم بقوته، في العالم قوته، ومثل مثل البامفلتس موجودة في دبي وأصول وكثير من المناهج المتميزة مثل حق الدكتور ناجي العرفج، هل اكتشفت جماله، ونحاول أن بقدر الإمكان أن نجعلها إيش نستخدمها في هذه الأوعية أو وعاء أو منهجية الـ EIECC لنطور هذه الشخصية التي تقود الإنسان في التعريف بالإسلام والتواصل الحضاري. طبعا كل ما اتجهنا إلى أعلى معناته احنا طورنا القيادة، يعني وهذا لذلك عندنا ثلاث جدارات مهمة دائما: جدارة التعلم، وجدارة التواصل، وجدارة القيادة. إذا أردت فعلا أن تطور فرد قوي جدا ذو قيادة ذاتية وأسلوب بنائي يعني في 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 التطوير، يجب أن تتجه إلى الأعلى، لأن الاتجاه للأعلى معناته أن تتطور القيادة الذاتية، معناته أن تتطور الكفاءات، معناته أن تقوي حفظ المعلومة، لأن لما أنا أتعلم وأعلم فهنا فلما أتعلم أخذ معلوم، لكن لما أعلم غيري فأنا أطور الشيرينج والكيرينج، أطور الكفاءات، أطور قيادة ذاتية بحيث أني ما أتعلمه أنقله إلى الآخرين. وذلك هذا النموذج مهم جدا في تطوير أي مناهج، أي جامعات، أي كليات، أي برامج. فهنا يأتي إطلاق الطاقات الكامل، فكل ما اتجهنا إلى الأعلى معناته إحنا أطلقنا الطاقات الكاملة. وهذا طبعاً أنا لا أريد أن طبعاً في البرنامج جميع نواحي التعلم، أنواع التعلم المتقن، جميع التعلم العقلي، التعلم المستمر، التعلم التأملي، التعلم الحضاري، التعلم الترفيهي، التعلم الوجداني، التعلم التعبيري، التعلم الإبداعي، التعلم الذاتي، كل هذه الأسبكتس النواحي التعلم موجودة في البرنامج. هذا هو البرنامج، فإحنا نحاول أن نصل إلى قيادة عالمية ذاتية متميزة للتعريف بالإسلام والتواصل الحضاري. نحاول أن نضيف قيما ربانية للعالم من خلال تطوير اللغة الإنجليزية والتواصل الحضاري الفعال لتبليغ رسالة الإسلام بوضوح. تذكير مهم جدا هنا: لو فكرنا في شأن الدعوة إلى الله بنسبة 2% من تفكيرنا في شؤوننا اليومية ومصالحنا الشخصية لتغير وجه العالم. للأسف أكثرنا لا يولي الدعوة إلى الله إلا الشحيح من الوقت والجهد، وربما لا يمنحها شيء أبدا. إيش فلسفة البرنامج هذا؟ فلسفة البرنامج: هناك الكثير من الناس اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة وبصورة معقولة ولديهم إلمام بالأساسيات الدين بدين الإسلام الحنيف، لكن إيش المشكلة؟ أنهم غير قادرين على التواصل بشكل فعال باللغة الإنجليزية حول مواضيع إسلامية أساسية، لأنهم أساساً يفتقرون إلى المصطلحات والعبارات المناسبة للقيام بذلك، والأهم من ذلك الشغف لاستخدام وتعلم اللغة في التعليم الإسلام. هذا مو موجود أحياناً، تجد للأسف في كثير من الناس، فحنا نحاول نغرس هذا الشغف، سأتي إلى ذلك. الهدف الرئيسي من البرنامج هو التواصل بفعالية وطلاقة لغوية في أي مقابلة أو تفاعل بين الثقافات والديانات الأخرى، وغرس الاعتزاز بالهوية وبناء قيادة وهمة ذاتية لتوصيل رسالة الإسلام. فالبرنامج فيه معايشة، فيه محاضن، فيه تطوير، فيه تعلم ذاتي، فيه فرق جالسة تتعلم مع بعض، تقيم مع بعض، تحول العمل إلى مشاريع وتنطلق في العالم في كل مكان. الأهداف بنهاية البرنامج: المتوقع تطوير الكفاءة التواصلية للمتدرب في اللغة الإنجليزية والتعريف للتعريف الإسلام. أيضا نحاول نطور مهارات اللغة الإنجليزية والقدرة على مناقشة المفاهيم الإسلامية، القدرة على تقديم عروض قصيرة وفعالة في أي موضوع إسلامي من اختيارنا طبعا. والمحتوى، لاحظ حنا نوفر محتوى يعني بالراحة. هذا البرنامج تستطيع أن تكون عندك أكاديمية لمدة سنة إلى سنتين بالراحة، لأن المحتوى عندنا كثير بنفس المنهجية. طبعا الوعي بخفايا وأهمية اللغة في الدعوة وفي التعامل مع غير المسلمين،
التمكن من إدارة حلقات نقاش تتناول مواضيع إسلامية، الإلمام بالمصطلحات اللغة الإنجليزية والإلمام بالمصطلحات الدينية للأديان أخرى حسب الحاجة للاستفادة منها في عرض الإسلام. أخيرا وهو مهم جدا، المحافظة على البوابة الخلفية ومحاولة الوصول لكل من يتكلم اللغة الإنجليزية وغرس حب تعلم الإنجليزية واستخدام الإنجليزية للتعريف بالإسلام والاعتزاز بالهوية. هذا بالنسبة لنا هدفين اللي بالأحمر، أهم هدفين، خاصة غرس حب تعلم واستخدام الإنجليزي للتعريف بالإسلام والاعتزاز. فعندنا البوابة الأمامية، بوابة الإسلام الأمامية، بحيث نكلم الناس، نناقشهم بأسلوب جميل وحضاري، بحيث نوصل لهم رسالة الإسلام وندخلهم في يعني إلى البيت ونشرح لهم الإسلام، وفي نفس الوقت نحاول أن نحافظ على عيالنا اللي يتكلمون إنجليزي وبناتنا اللي يتكلمون إنجليزي، ونشعرهم بأهمية محافظة على ثقافتهم وتطوير لغتهم الإنجليزية الإسلامية، وتطوير يعني ونضعهم في محاضن بحيث أن إيش يستطيعون أن يعرفوا الناس بالإسلام وبهويتهم في ظل كل التشويهات اللي صايرة في العالم. فبالتالي يكون عندنا أشخاص كثيرين يتحركون، ما أحتاج أنتظر لما يجيني فلان وعلان كما يقولون، ها أجيب شخص معين عشان يتكلم، لا أنا أتكلم وعلى الأقل أوصل رسالة الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الآن لما نفكر في كلمة بلغوا، بلغوا فيها كل علم التواصل، كلمة بلغوا فيها اختيار الكلمة وجمال الكلمة وجاذبية الكلمة وطريقة وأسلوب الكلمة، كله موجود في كلمة بلغوا. يعني بلغوا من البلاغة، حتى الكلمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم اختيارها دقيق جدا. فكل علم الكوميونيكيشن كما يسمونه والتواصل موجود في كلمة بلغوا من جمال الكلمة. يعني مهما تكلمت عن هذه الكلمة ستجد أنك تستطيع تشرح كثير عنها. فإحنا لما طبعا في الورش والبرامج نتكلم عن أنواع التواصل، قمم التواصل، قمة التواصل، الوصول بالتلقائية، بالبداهة، بسرعة باستغلال، نحاول نطور الشخص بحيث أنه يوصل إلى الأصالة، سرعة التلقائية وسرعة البديهة في توصيل رسالة الإسلام، ومعرفة كيف يقود المواقف في التواصل الحضاري. هذه الأهداف عموما. عادة البرنامج يبدأ بثلاثة أيام 15 ساعة، وعادة نحن نأتي عادة في الوضع الطبيعي نأتي ونعطي 15 ساعة، وهي نسميها الورش التأسيسية، ويعيشون جو المجتمع المعرفة في التواصل الحضاري، يعيشون المنهجية في خلال ثلاثة أيام. المشاركين يتعلمون مع بعض، يدرسون مع بعض، يقيمون مع بعض، يتخيلون، يتواصلون، يمثلون في سيناريوهات كثيرة تعيش خلال الثلاثة أيام. بعدها تكون يعني المنهجية تكون قد تأسست جيد، بعدها ينطلقون بطريقتهم الخاصة، يكونون فريق كل واحد بطريقته الخاصة، كل خمسة، كل ثلاثة، كل أربعة ينطلقون، ونعطيهم تطبيقات. وهذا هنا التطبيقات كما ترون، تطوير قيادة عالمية ذاتية متميزة، هذه التطبيقات 8 أسابيع. نعطيهم المادة، نعطيهم كيف يطبق، نعطيهم الأكتيفيتيز، النشاطات اللي، ولوحدهم ينطلقون، ونكون معهم لفترة 8 أسابيع. هذا إذا أرادوا، أنا أكون عادة معهم على الواتساب في برنامج الـ EIECC كما ترون الاسم، لأن هذه البراند المشهورة عندنا الآن في العالم EIECC، ونجلس معهم لفترة، أنا أجلس معهم لفترة 8 أسابيع إذا أرادوا. وإذا انطلقوا يعني كل خمسة لوحدهم، وهذا أحيانا إذا مركز تحت مركز جاليات طبعا يسوونه بطريقتهم هم، يستمرون يعني يكون كأنني جئت لمركز جاليات وأعطيتهم وحدة تطويرية احترافية ولصقتها في يعني على، وصارت جزء لا يتجزأ من. إذا أرادوا فعلا المراكز اللي فعلا تريد أن تتعلم، أن تتعلم، وركز عن هذا، تأخذ البرنامج هذا وتضع وتفتح قسم تسميه تطوير، تسميه كذا EIECC لتطوير وتأهيل الدعاة في الحوار الحضاري. هذه للمراكز التي تريد أن تتعلم، للمراكز اللي ما تهتم بتطوير البشر هذا شيء ثاني، لكن مهم جدا مو متأخذ البرنامج ويكون في قسم صغير وتطبق الثمانية أسابيع وتنطلق، لأن الثمانية أسابيع هي بالنسبة لنا مهمة جدا لكي
لكي ينجح ويفهم المنهجية منهجية الـ EIECC. إذا ولازم يلتزم أو لازم المركز أو الأفراد يلتزمون بنفس التولز الأدوات ونفس المنهجية. بعد 8 أسابيع طبعاً هم يحتفلون ويعطى لهم شهادات، سواء المركز يعطيهم شهادات اللي إذا كانوا تحت مركز ديالات أو مركز تعريف بالإسلام، أو أنا يعني بالتعاون مع المركز نعطيهم شهادات من مركز الحوار الحضاري الاستشاري بالتعاون مع أي مركز آخر تدريبي أو مراكز ديالية. لكن المهم جداً معرفة أن البرنامج هذا هو وحدة تستطيع أن تعمل وحدة احترافية تطويرية في كل مكان، تستطيع أن تفعل في الجامعة نادي التواصل الحضاري منهج جاهز، تستطيع أن تفعل في البرنامج ما تريد، يعني برنامج مبني على مناهج على نماذج قوية جدا في التطوير بحكم أني كنت مدير التعلم الاحترافي في أرامكو، وكثير من الكلام اللي تشوفونه هنا طبق في شركة أرامكو السعودية وغير أرامكو السعودية، يعني وش تطبق أيضا في شركات معروفة. يعني هذا البرنامج والمهام المطلوبة. طبعا هذا البرنامج للعلم مو 8 أسابيع، تستطيع أن يكون عندك 8 مستويات 8 أسابيع للعلم، يعني للذي يريد أن فعلا لو فعلا طبقت المراكز هذه البرنامج تستطيع أن تأخذ البرنامج ويكون عندها وحدات احترافية لمدة 8 أسابيع تطور دعاة على مستوى عالمي من التأهيل. طبعا هذا بس احتياط عشان هذا نفسه برنامج مرة أخرى. طبعا في نشاطات كثيرة، أنا بس أعطيكم بعض الآن النشاطات البسيطة اللي أوريكم إياها الآن، وهذا محتوى البرنامج كما ترون. هذه طبعا المحتوى الآن، المحتوى كثير ومتوفر على مستوى عالي جدا، حنا جالسين نحول المحتويات إلى مناهج تعليمية وفي نفس الوقت الناس تتعلم هذه المناهج وتتعلم هذه البروشورات التي لا تقرأها كثير من الناس، في ناس توزع ولا تقرأ، والناس تعبت على هذه البروشورات وتعبت على هذه البوسترات وعلى هذه المعارض، لكن لما تسأل الناس هؤلاء الذين يوزعون هل قرأتم، لو سألهم غير المسلم الآن عن نفس البروشور اللي تجد أن كثير منهم لم يقرأوا البروشور ولم فعلا يتعلموا من البروشور، أو هذه البروشورات جدا متميزة تعب عليها كثير، فحنا نستخدم كل البروشورات الموجودة العالمية التي أدت إلى إسلام أعداد كبيرة، ونستخدم المحتوى الآن المتميز اللي موجود في الساحة، في محتوى متميز على مستوى راقي، لكن نحاول نستبين نحوله إلى مناهج وإلى شيء يسمونه instructional design، فwe design it as instruction. فهذه كل اللي تشوفون أمامكم من أهم المواد الموجودة الآن في العالم تعليم بالإسلام، ومواقع مهمة جدا. يعني هنا شوف هنا بس لو ذهبتوا إلى The Real Treasure ستجدون فيه شيء غير طبيعي، أصول و Guide to Islam و Islam House. طبعا هذه المواد المتطلبات في أي برنامج، يعني نحتاج إلى استعداد المتدربين بالتزامهم بتقديم الإسلام بأمانة وبحكمة وموعظة، أن يكون المتدربين حاصلين على مستوى متوسط من اللغة الإنجليزية على الأقل، قدرة المتدرب على المشاركة في الحوارات. البرنامج كما قلنا 15 ساعة معي في الورش 3 أيام، هذه الورش التأسيسية، وبعدها ينطلقون لقاءات 20 ساعة خلال 8 أسابيع، ساعتين 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 كل أسبوع فقط. لما أقول 8 أسابيع أقصد ساعتين كل أسبوع اللقاء فقط، وساعتين واجبات ومشاريع فردية عملية للتعريف بالإسلام والتواصل الحضاري على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا، مع طبعا في مشاريع مثل التعريف بالإسلام في نهاية البرنامج. فيقدم البرنامج لكل من يتكلم اللغة الإنجليزية، سواء مبتعث، مدرس لغة إنجليزية، في الترجمة، طبيب، رجل أعمال. وهذه المنهجيات المنهجية ونشاطات، هذه كلها نشاطات للشؤون، نشاطات كثيرة طبعا، لكن خلال الورش 3 أيام نأخذ بعض النشاطات هذه طبعا، والنشاطات الأخرى في 8 أسابيع لمن يريد. هذه نشاطات كثيرة كما ترون، أنا أرجع بس عشان في ناس يمكن نمشي بسرعة. على فكرة الباوربوينت سوف أرسلها للجميع، اللي يبغاها سوف نرسلها بإذن الله. هذه عند المنهجية والنشاطات.
وفي طريقة التقييم طبعا تشمل جميع المتدربين والمساعدين. التقييم جماعي يكون 360 كما يقولون، كلنا نقيم بعضنا بعض، وفي أدوات التعلم، هذه أدوات التعلم، سلم كيد للتواصل والتعلم، نموذج كيد للتواصل والقيادة، ونموذج كيد المدمج للتواصل والتعلم والقيادة. هذه التولز التي ستؤدي إلى تحقيق ما تكلمت عنه سابقا، سلم كيد، وهذه أدوات التقييم، قائمة مراجعة العرض التقديمي، قائمة مراجعة التقييم الشفهي، استمارة تقييم المقابلات الحوارية، كل هذه تقدم طبعا ويعاد بالإنجليزي. وهذا الأسبوع الأول بالضبط الآن، إذا واحد يبقى يطبق الثمانية أسابيع هنا عنده الجدول كامل، كل أسبوع إيش يفعل وإيش الأساينمنت، هذا كل أسبوع، الأسبوع إيش النشاطات وإيش المهام، الأسبوع الأول، هالأسبوع الثاني نفس الشيء، إيش النشاط وإيش المهام، الأسبوع الثالث، هذا اللي بيطبقون الثمانية أسابيع طبعا أتكلم الآن، ونفس الشيء الثالث المهام والنشاطات أو النشاطات والمهام، نفس الشيء هنا مفاهيم خاطئة مشاهير، الأسبوع الخامس الأنشطة، تقمص الأدوار والتمثيل والسيناريوهات ودعوة والمهام، الأسبوع السادس حوار بين مسيحي ومسلم، طبعا هذه أنشطة كثيرة، ونفس الشيء المهام، الأنشطة والمهام، هنا أيضا الأسبوع السابع تقديم عرض ما يقارب 20 دقيقة، إجراء مناقشة وأسئلة وأجوبة وقصص وملخصات، يعني هذه المهام طبعا هذه نشرحها بالتفصيل في ثلاثة أيام الأولى، يعني ما يبدأون الثمانية أسابيع اللي يبغى اللي يختار أن يطبق الثمانية أسابيع إلا كل شيء جاهز عنده. طبعا وفي غير ثمانية أسابيع غير اللي تشوفون الآن أخرى لنبسطها، في ثمانية أسابيع مبسطة وفي ثمانية أسابيع عميقة شوي، ويعتمد على مستوى المشاركين، يستطيعون أن يعتمد طبعا هو الصعوبة في زيادة المحتوى والأكتيفيتي وتغيير النشاطات، في نشاطات تحتاج إلى جهد، في نشاطات لا نحاول نبسطها، بس المهم بقدر الإمكان استخدام التولز الأدوات اللي حنا نعطيهم إياها عشان نقول إنهم تخرجوا أو خلصوا أو انتهوا من يعني فهم منهجية EIECC. وهذه طبعاً المعايير النجاح بالنسبة لنا من المعايير المهمة جداً، وهذه معايير تكلم عنها أحد للوصول للمجتمع المعرفة في التواصل الحضاري، معايير مهمة جداً لازم تكون عشان نتأكد أن الجميع التزم بالنشاطات وكل شيء، وكيف كانوا يعني يطبقون البرنامج، وكل هذه المعايير عشان نوصل لمجتمع المعرفة في التعريف الإسلام والتواصل الحضاري، وهذه طبعا كلها مبنية على يعني أساسيات تطوير البشر. كل اللي يشوفون هذا البرنامج نفس هذا البرنامج تستطيع أن تحوله وتستخدمه في الدنيا قبل، يعني لو أردت اللي يبقى الدنيا نفس البرنامج هذا أيضا يستطيع أن يطبقه في تطوير اللغة الإنجليزية في التواصل الحضاري، أو يفتح معهد لغة إنجليزية في التواصل، التركيز على التواصل الحضاري، أو الأندية الجامعات مثلا يكون يقام نادي للتواصل الحضاري في الجامعات، هذا مهم جدا، ونطور لغتهم الإنجليزية في التواصل الحضاري كأنه معهد لغة إنجليزية تركز على إيش؟ لغة إنجليزية متخصصة في التواصل الحضاري، وتطبق أساسيات تطوير البشر. وكل هذا اللي طبعا اللي درس في تطوير الموارد البشرية سيجد كل هذه الاسينشلز الأساسيات في تطوير الموارد البشرية. وهنا أختم وأقف إذا في أسئلة أو في تعليق، وأنا أحب التعليقات و يعني أستمتع بالتعليقات لكي أستفيد ونأخذ منكم تغذية راجعة للتطوير بإذن الله. وجزاكم الله خير. دكتور محمود المايك عندك. شكرا دكتور خالد، بارك الله فيك ورفع الله قدرك، طرح مميز ومبسط حول عرض فكرة يعني التعريف بالإسلام للمتمكنين من اللغة الإنجليزية، أو على الأقل عنده بيسك أو درجة متوسطة من اللغة الإنجليزية، كرسالة يوصلها للعالم عن الإسلام وما
ماذا يعني لنا الإسلام. حقيقة وأنت تتحدث دكتور خالد يعني استوقفني كم موقف وأنا في الخارج في إحدى رحلاتي، سواء في يعني في تاكسي مثلا أركب مع شخص مثلا غير مسلم، وكيف أنت في يعني سبحان الله في ثواني أو في خمس دقائق توصل رسالة بغض النظر هو اقتنع أو ما اقتنع، بس توصل رسالة يعني سماحة الإسلام وبساطة الإسلام وروح الإسلام لهؤلاء. حقيقة يعني كذا موقف ما أبغى يعني أخذ من وقتك دكتور، لكن وجدت أن الإنسان أحيانا الوقفات القصيرة في بعض الرحلات مع الأشخاص الغير مسلمين تؤتي ثمارها شيء عجيب، خصوصا أن يعني البعض يعني التقيت به بعد فترة يعني بعد لقاءين ثلاثة من لقاء أول، وكأنه يقول يعني أسمعت جزء من القرآن وأنا معاه، بس يعني يقول سبحان الله يعني هذا القرآن أو ما يقول هذا القرآن، يقول النغم والإيقاع اللي قاعد تقوله أنت هذا مو بموسيقى، هذا شيء مختلف، هو مو بداري إحنا قاعدين يعني القرآن له يعني له تأثيره. فهذا بعد سنتين ما بالك يعني سبحان الله. فلذلك لا نستهين بأنه إذا ربنا أعطاك ملكة إنك تنشر الإسلام، تكون سفير دولتك، سفير الإسلام بأي مجال وجدت نفسك إنك توصل الرسالة على أن الإسلام سماحة ويسر وحوار مشترك ما بين الآخرين. أترك المداخلات لإخواني وأخواتي اللي عنده مداخلة صوتية مع الدكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل معك دكتور. الله يسلمك، شكرا لك يا دكتور محمود أولا، ثم شكر موصول لخالد الدوسري الذي أتحفنا هذه الليلة ومخر بنا عباب بحر عظيم للجين ليس له ساحل. وهذا ليس بغريب عليه، فهو قد قام بصولات وجولات في كل العالم ينشر هذا البرنامج، وأنا في يوم من الأيام كنت محظوظا بأن انخرطت في هذا البرنامج، فأنا أحد تلاميذه الذين استفادوا من هذا البرنامج، وأسأل الله أن يثيبه على جهوده. وكما تفضل الله يسلمك، وكما تفضل الدكتور خالد وقال إن هذا البرنامج برنامج قوي وهو منهجية للتواصل الحضاري، ويمكن أن يكون في الدنيا قبل الآخرة، بمعنى أن من الممكن أن ينسج البرنامج نفسه ليتحدث عن جمع المال، عن التجارة، عن أي فلسفة أخرى بعيدا مثلا عن الدين. فهو برنامج قوي، والدكتور جزاه الله خير قام بعملية تويستنج للبرنامج وجعله موجها لنشر الإسلام، ليكون الشخص معرضا إسلاميا ينشر دعوته، وجميل جدا. فمن الملاحظ أن هناك مهندسين وأطباء يجيدون بعض اللغة الإنجليزية، لكن يتملكهم الخوف أو يفقد المصطلحات اللازمة لكي ينشر الدعوة. بعد هذا البرنامج أظنه سيكون قويا. سؤالي يا دكتور، بارك الله فيك وشكرا لك أنك ستقوم بشيرينج لهذا الباوربوينت، لأنه مترجم بالعربي وجميل للأودينس العرب. سؤالي يا دكتور، هل لديك البرنامج نفسه موجها للأجنبي، بمعنى أن هذا البرنامج يتعلم فيه الأجنبي التواصل الحضاري، منهجية التواصل الحضاري، ويأتي له الإسلام embedded دون أن يشعر به، حتى لا يشعر أنه offended أو أنه يعني هذا interwoven له من أجل أن يدخل في الإسلام، أو أنه trap له كما قد يتصوره هو؟ هل هناك برنامج لديك
يعني مخصص لغير المسلمين مثلا؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاك الله خير شيخ أحمد، أنت شيخي ومعلمي. ثانيا السؤال سألتني سؤال، السؤال الأول سؤالين صح؟ أو سألتني بس ذكرني. السؤال الأول، شكرا لك طيب على أنك طيب ستضع لنا الشرائح. السؤال الثاني هو غير ميزة هذا المسلم. البرنامج. طيب خليني أنا تذكرت ما قلت. ميزة هذا البرنامج أنه ليس فقط للغة الإنجليزية، يعني تستطيع أن نفس المنهجية تستخدمها باللغات الأخرى، هذه أنا بس إضافة مني. زين. اثنين، البرنامج قدم وكان في أحيانا غير مسلمين موجودين فيه للعلم هذا فقط. زين. ثالثا، البرنامج يقدم سواء لغتك متوسطة أو حتى لو كنت أمريكي وبريطاني، لأن البرنامج لا يتكلم بس عن تطوير اللغة الإنجليزية، يتكلم عن القيادة الذاتية في التعريف بالإسلام، يتكلم عن التواصل الحضاري، يتكلم عن أشياء كذا. فبالتالي حتى غير المسلم، قصدي حتى المسلم المتقن أو بالنيتيف سبيكر، المتكلم اللغة، أهل اللغة، إحنا ذهبنا لهم وأعطيناهم البرنامج وكانوا جدا ضعاف في أشياء كثيرة، فبالتالي إحنا نطور لهم جدارات كثيرة في هذا البرنامج، يعني ليس فقط لغة إنجليزية. فهم فعلا، لكنهم أيضا عندهم مشكلة في قضية اللغة الإنجليزية الإسلامية، فبالتالي لما يعيشون هذا المحضن، إحنا طبعا لما يكون عندنا native speakers، الناس متكلمين اللغة في البرنامج، نرفع المحتوى ونتحداهم أكثر، ويكون عندهم مشكلة صعوبة في 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 كثير من التواصل، الوقوف، لا نتوقع لأنه native speakers معناته أنه متميز، انه ما يحتاج هذا. لا، حتى النيتف سبيكر يحضروا البرنامج طول هذه السنين، وحضروا معانا ناس، ولا تنسون ان احنا درسناه في فنلندا، لغتهم الانجليزيه قويه، تتكلم عن النيتف سبيكر في كوريا طبعا، وفي سريلانكا لغتهم جدا قويه. فيقدم لجميع متكلمي اللغه الانجليزيه سواء من المتوسط او نيتف سبيكر. وايضا بس للرد عليك، حضره غير مسلمين للعلم كثير، يعني من آخرها كان في الكويت، دعينا جاء واحدة من هولندا وواحد من النرويج وحضروا البرنامج، وكان التطبيق معهم عمليا وهم غير مسلمين، واستمتعوا، وإلى يومك هذا هم في تواصل معي الاثنين، يعني ورغم أن هم طبعا في عالم آخر، وفي هذه قصة تروى بعدين أستطيع أن أرويها للذي يريدها، لكن يحضرون غير مسلمين ويستمتعون، لأن ميزة البرنامج لا يثير الغير مسلم، بالعكس، لأن احنا نركز على من نحن، ومهم جدا في الحوار الحضاري تفهم من أنت وما هي هويتك، وإلا إذا ما تعرف هويتك ليش تحاور أصلا؟ مش تحاور على أي أساس؟ لا عندك أساسيات ولا منطلقات. مهم جدا في معرفة من أنت، وحنا نتكلم عن من نحن، هذه لا تثير الآخرين، بالعكس تكسب الآخرين وتجذب الآخرين، خاصة في هذا الوقت ضروري جدا كل منا يعرض الإسلام بصورة مبسطة. وإحنا نتكلم في هذا البرنامج عن الإنسان العادي، لا نتكلم عن الشيخ والذي عنده، لا، يعني لو كل إنسان يستطيع أن يقدم رسالة الإسلام بصورة مبسطة إذا حضر هذا البرنامج ويستمتع. يعني ميزة البرنامج هذا ممتع جدا، يعني أنا أقول مو لأني أنا سويته، لكن من هذه الحقيقة أنا استمتع أكثر من المشاركين حتى. حفظكم الله. سؤال ثاني أو تعليق آخر دكتور؟ في سؤال على الشات يا دكتور. أنا تخصص طبي. في سؤال على الشات. سؤال على الشات. أو ما شاء الله في 25 ما شاء الله تبارك الله. هي من ضمن الأسئلة شخصي يقول أنا تخصص طبي. طيب كيف ممكن يستفيد من خدمات المركز؟ عشان يعني احنا يعني اي مركز يريد ان احنا نقدم استشارات، فاي مركز يريدنا يتواصل معي وينسق معي، واحنا نقيم الورش في اي مركز، في جاليات للحوار، مراكز، يعني اي مركز نستطيع ان بس عمليه تنسيق، يتصلون فيه و
الجوال موجود على الشاشة، هو جوالي أتوقع، لحظة ما أدري هل هو موجود، أظن موجود في الشريحة. ما هو إلا يأخذ الجوال ويتواصل معي مباشرة، وبإذن الله نستطيع أن نقدم البرنامج في أي مكان في أي مركز بالترتيب، وإحنا نقدم استشارات. يعني ما هو البرنامج استشاري أكثر مما هو فقط تجريبي. إحنا الكلمة تدريب نبتعد عنها على فكرة، ولا يعني ما هو تدريب، ما هو إلا التدخل بسيط، لكن هذا برنامج استشاري، يعني يعطيك فكر استراتيجي بعيد المدى أكثر. الموجود يتصل معي وإن شاء الله نرتب معه بإذن الله. مداخلة صوتية أخرى من أحد الحضور. طيب الأخت صوالح جالسة، كيف ومتى يمكن الالتحاق بالدورة؟ إذا أعلننا الدورة إن شاء الله بإذن الله. متابعة تابعوا، خذوا المعلومات على السلايد الأول، أتمنى الكابتشر لو تصورون السلايد الأول، هذا ضروري جدا في كل المعلومات للتواصل معي. طيب في مداخلة أخرى شيخ دكتور، طبعا الباوربوينت سوف ترسل للجميع، الايميل موجود حقي، الرجاء تواصل معي عن طريق الايميل وارسل لكم الباوربوينت، او ارسلها للدكتور محمود والدكتور محمود يرسلها للجميع، او اي واحد لو اردتم يعني، او تتواصل مباشره معي للي يسال على الباوربوينت يعني. طبعا اغلب الاسئله دكتور، متى الالتحاق في هذه الدوره، او يعني شروط الالتحاق؟ المهم يتكلم لغه انجليزيه ولو متوسطه. نعم. وهذا المهم بالنسبة لي، وأنا مستعد في خلال رمضان أو إذا تريدون حتى لو نسوي شيء أونلاين مبسط لفترة 3 ساعات إلى 4 ساعات على الأقل تشعرون فيها، رغم أن طبعا الأونلاين يحتاج له إعادة هيكلة من جديد، لكن نستطيع أن نقدم ورشة قدمت لفترة شهر مع مركز الحوار سابقا أو ركن الحوار، وقدمت عدة مرات، بس لكنها لن تكون بنفس قوة الفيس تو فيس، لكن إن شاء الله لكن نستطيع أن نقدم البرنامج في أي وقت الآن أونلاين لأربع ساعات، ويمكن نسوي عدة مرات، يعني 1 session أو 2 session أو 3 session إلى اللي يريد، بس يحتاج ترتيب، من سيرتب؟ فمستعدين إن شاء الله. السؤال الأخير، هل يتم خلال الدورة تأسيس الحوار مع الجيل المسلم حق صوالح ولا قرأت دكتور؟ حق إيش؟ شلون شلون؟ سؤال في الشاتنج آخر شيء من أستاذ صوالح. إيه؟ هل يتم خلال الدورة التأسيس مع الجيل المسلم حديثي السن بجانب تدريب مع الحوار؟ مع الجميع، أي واحد عنده لغة، مدارس عالمية من أبنائنا حضروا أول، وقدمت في مدارس إحدى مدارس العالمية، وقدم أيضا في الكليات، وقدم في جامعة الدمام هنا، جامعة الأمير عبد الرحمن فيصل، وتقدم الآن الحمد لله فأي سواء الصغار أو الكبار يقدم يعني للجميع، المهم يتكلم إنجليزي ولو بصورة يعني متوسطة. بالنسبة للقضايا المزعزعة، والتي أنا أشوف الأخت صوالح كاتبة أو الأخ ما أدري، القضايا المزعزعة للعقيدة المبنية على العلم التجريبي على تقبل، هذا هنا محتوى الآن، المحتوى هذا محتوى، نستطيع مثلا لو حصلنا على محتوى نطبق نفس المنهجية في نفس المحتوى اللي الأخت الصوالح تتكلم عنه بالراحة يعني. هي المهم أن نفهم المنهجية، إذا فهمنا المنهجية المحتوى موجود عندنا، محتوى كثير يعني، ونستطيع أن نركز على العقيدة أو على الشبهات أو على موجودة، كلها موجودة المادة بفضل الله، ما هو إلا لا نفهم المنهجية والتعلم عن طريق المنهجية لنتأكد أن نطور قيادة ذاتية عالمية لتعريف الإسلام، ونحول كل من يتكلم اللغة الإنجليزية إلى معرض إسلامي متحرك، ونعمل في فرق تعلم ذاتي للانطلاق. متوسطة اللغة الإنجليزية لازم تكون يا شيخ هادي متوسطة، البسيط يكون صعب شوي لكن نستطيع أن نعمل معه. أنا جالس أشوف الملاحظات دكتور محمود وأرد عليها. أبدا. في مداخلة شيء دكتور؟ أحد لديه مداخلة صوتية مع الدكتور أو ينهي اللقاء؟
طيب يا دكتور، جزاك الله خير على الطرح المميز، ولعل هذه نواة نحسب لك بإذن الله تعالى في ميزان حسناتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم جميعا وشكرا. حياك الله شيخ هادي. الله يحييك يا دكتور، والله يحيي الجميع. أول شيء شكر الله لكم وكتب الله أجركم، لقاء جيد ولقاء ممتع، ومن المتمنى نتمنى منكم أن يكون الوقت أكثر لمعرفة البرنامج أكثر تفصيلا، ثم أيضا أن يكون البرنامج يعني منشور على نطاق واسع خصوصا في مكاتب الدعوة، لأنه يخص بالدرجة الأولى الدعوة للإسلام والدخول غير المسلمين في الإسلام. بما أنه أثبت جدارته فيما طرح الدكتور في بعض التجارب السابقة، يستفاد منه في مكاتب الدعوة ويطور في مسألة التعليم الذاتي والتطوير الذاتي في مراكز وبرامج التطوير. هو شيخ هادي هو طبعا يقدم في قدم في مراكز كثيرة للدعوة بفضل الله، يعني الحمد لله في جميع مراكز الجاليات بفضل الله، وعندنا هنا الشيخ أحمد الزكري في جازان، في حايل، في الدمام، القبر، الظهران، طبعا الخليج، بكل الخليج تقريبا قدم البرنامج يعني بفضل الله، وما في مكان إلا بفضل هذا البرنامج. لكن طبعا تظل هناك المملكة فيها مراكز جاليات حوالي 500 مركز جاليات، يعني إيش تغطي وإيش تخلي مثل ما يقولون، لكن حنا مستعدين والله وجاهزين لأي مكان. رفع الله يعني قدركم يا شيخ. مكالمة واحدة وأنا أكون عندكم بإذن الله. رفع الله قدرك يا دكتور، ونتمنى يعني الجوال أو وسائل التواصل، لأن ما مداني أنا كنت أكتب في تقييم الدورة. في الصفحة موجود، الصفحة الأولى شوف الباوربوينت الآن تقدر تشوفه، موجودة كلها على الباوربوينت على السلايد كلها موجودة، صورها بس الله يحفظ، وبرسل لكم الباوربوينت هذه للذي يريد أو هي للجميع، أنا برسلها للدكتور محمود مع الفريق هنا جزاهم الله خير اللي رتبوا ونظموا وتعبوا وتجشموا، نرسل لهم دور وترسل لكم جميعا بإذن الله. بإذن الله دكتور. دكتور محمود أعتقد أننا اللقاء عندك دكتور محمود. إيه اللي تراه دكتور، يعني أنت على قولتهم، بس أنا جالس أشوف الأسماء بس قبل طيب دكتور. الكل يشكر يعني صراحة، الكل يشكر يعني يشكرك دكتور على العمل الجبار اللي تقوم به، وأسأل الله أن يحفظك ميزان حسناتك، ونتطلع أن يكون هناك برنامج نطرحه عن بعد مثل ما قلت. طيب. يعني أبو طيب. تعالى بإذن الله تعالى نشوف الناس المهتمة فممكن نخبرك بهذا الشيء. طيب أنا جاهز الله يحفظك دكتور محمود، وشكرا شكرا على تنسيقك وترتيبك ويعني همتك ومتابعتك، رغم أنك أنت أستاذنا يعني كلنا، جزاك الله خير الله يحفظك. أنت أستاذنا والخبير ونتعلم منك دكتور خالد، الله يبارك فيك. الله يحفظكم جميعا وجزاكم الله خير، وأتمنى بإذن الله أن أكون استفدت إن شاء الله، هذا أهم شيء إن شاء الله، وانشروا الخير. شكرا. انشروا هذا البرنامج. جزاك الله خير دكتور. سبحان الله، أنا دوما إيش يعني أتذكر يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الساعة مع الحديث وفي أحدكم فسيلة فليغرسها، فسبحان الله يعني ينشر الخير أينما إيش وجد الموقف الذي يستدعي أنه ينشر الخير يبلغ. الله أكبر، الله يجزيك خير دكتور، الله يجزيك خير. شكرا دكتور، وشكرا للإخوة والأخوات، وسعداء بكم جميعا في أمسيات ولقاءات الشغف المعرفي.